عن التعليم الفني. التعليم الفني ومجال التعليم الفني، وحقيقه احنا عندنا موروثات ثقافيه كده في طول حياتنا، ان اللي بيدخلوا تعليم فني هم فشله، اللي هيدخل دبلوم صنايع يا عيني ده جايب مجموع على قده في الاعداديه وملوش مجال، يدخل ثانوي والواد فشل هيدخل سواء دبلوم تجاره او صناعه او دبلوم زراعي. الحقيقه انا عايزه اقول لكم انه ده غلط جدا، لانه التعليم الفني مهم لارتقاء كل الدول، يعني كل الدول عشان تتقدم بتعزز او بتقوي موقف التعليم الفني عندها. ليه؟ لانه انت ما تقدرش تعمل عربيه من غير ما يكون عندك فنيين اقوياء متخرجين ومتعلمين كويس. مش لازم مهندس، هو يعني لازم يكون عندنا تعليم فني قوي بجميع مجالاته. هنتكلم طبعا في فقرتنا دي باستفاضه وهنشوف ونعرف كل حاجه عن التعليم الفني، ولكن بعد فاصل قصير استنونا. ورجعنا لكم من جديد بعد الفاصل، وزي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل عن التعليم الفني، عن التعليم، عن الدبلومات الصناعية والتجاري والزراعي، هنتكلم طبعا بدقة أكتر وباستفادة أكتر مع خبير التعليم الفني الدكتور سامي أبو رجيلة. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، منورنا. شكرا. المشكلة فين؟ يعني ليه الناس مش فاهمة التعليم الفني مظبوط؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قبل ما نتكلم عن التعليم الفني وهنتكلم باستفاضة وهنتكلم كلام يمكن أول مرة الناس تسمعه أو هتعرفه، أولا أنا أحب أشكر القناة، قناة مصر الزراعية، والقائمين عليها وإدارتها وجميع المذيعين والمذيعات فيها. ربنا يخليك يا فندم. لأن هذه القناة أنا بشوفها بحرفية ومهنية خاصة، إنها بتخاف على البلد، إنها أهم حاجة عندها مستقبل شبابنا. لأن حضرتك لما بتتكلمي على التعليم الفني وعايزة الارتقاء بالتعليم الفني، معنى الارتقاء بالتعليم الفني معناها إيه؟ الارتقاء بالشباب اللي هو هيتخرج من التعليم الفني، سواء صناعي زراعي تجاري. وأنا بجيب الصناعي والزراعي أولا لعدة أسباب هنعرفها بعدين. فالقناة يهمها في المقام الأول مستقبل الشباب، وده مش كتير، وفي نفس الوقت بتناقش القضايا في سلبيات. طب خلينا بس في التعليم الفني عشان ماشي، يعني أنا والمشاهدين الحقيقة متشوقين إن احنا ماشي نتكلم أولاً أكتر عن التعليم الفني. أولا حب الله مصر تمام بثروة بشرية هائلة، ولكنها للأسف الشديد لم تستغل الاستغلال الصحيح. الثروة البشرية أكثرها شباب وفتيات، ولكنها للأسف لم تستغل كما قلت الاستغلال الصحيح. ليه؟ لأن الموروثات الثقافية الزائلة، لو احنا جبنا طفل صغير سألناه تعالى يا ابني انت عايز تطلع ايه او تبقى ايه؟ هيقول ايه؟ طبيب، يا دكتور، مهندس، ضابط، اي حاجة من دي. ما فيش حد بسأله ويقول لي مثلا عايز اطلع مهندس طائرات، صاحب مصنع كذا. او مع ان تقدم البلاد الاساسي في الصناعات والزراعه، التقدم الاساسي لو احنا عايزين او نريد تقدم فعلي وحقيقي يبقى لابد الصناعه والزراعه، تمام، هم دول اساس التقدم والتنمية البشرية. ليه؟
لو احنا جينا بلاد كانت بعدنا بمراحل. ماليزيا، سنغافورة، تمام، دلوقتي هم فين؟ قفزوا فين؟ بإيه؟ بإيه؟ بالصناعة طبعا، بالصناعة. اليابان مهاتير محمد لما جه أهم حاجة الصناعة. اليابان بعد هيروشيما كان على الأرض. طب يا فندم، هي المشكلة في ثقافة المجتمع ولا المشكلة في إنه الـ الـ الوزارة مش مهتمة أكتر بالتعليم أو مش معززة دوره؟ أيوة. آه يعني عايزين نحط إيدنا على المشكلة عشان المشكلة نحلها. 50% و50%، ولكن الوزارة بدأت دي الحقيقة فعلا في التقدم. أنا كان معايا لقاء مع دكتور أحمد الجيوشي، تمام، اللي هو نائب وزير التعليم للتعليم الفني، وكان في اتصال مع مكتب دكتور طارق، تمام، اللي هو وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تمام. ليه؟ لأن أنا شفت التعليم الفني مسميات وليس حقيقي على أرض الواقع أحياناً. بالظبط. إزاي؟ إن الطالب بيروح المدرسة، الصناعة، أمال الصنايع؟ أمال الصنايع طبعاً فيها أقسام، قسم كذا وقسم كذا وقسم تكنولوجيا وقسم حديد وقسم زخرفة وقسم وقسم. يتخرج الطالب الدبلوم، لو أنا جيت قلت له يا ابني تعالى مثلاً تكييف وتبريد، تعالى تقدر تعمل لي لو في عطل في التكييف تقدر تكتشفه بس بلاش تصلح، هقول لا معرفش. في التلاجة معرفش. ليه؟ لأنه ما تعلمش. لا، كان بياخد الحاجات دي نظري، ما تعلمهاش. ما هو انت لازم تشتغل بإيدك علشان تعرف هو ده تقابل المشكلة وتحلها. هو ده الأساس ان ايه، كان الاتجاه للعلوم النظرية وليست العملية المعملية، انه ينجح، انه يدخل، هو ياخد كلمتين ويحطهم في ورقة الامتحان بعد كده يحطهم في ورقة، وكان الله بيسر عليه. وكان في امتحان عملي ولكن امتحان عملي معلش، يعني العيل اللي يعرف يجي يعمل العيل اللي ما يعرفش وينجح، واحيانا المدرب يعمل وينجح، يعني يعتبر لا تعليم. لأن يعني هو من الأساس ما فيش اهتمام في المدرسة بالتعليم. أيوة، كان ما كانش فيه رقابة. أيوة، عشان كده بقى عندنا موروث ثقافي إن الفشلة بس هم اللي بيدخلوا. أيوة. ودي لا، دي حاجة تاني. حاجة ده بالنسبة اللي كان موجود، اللي كان، تمام، أنا بقول إيه اللي كان متواجد من قبل في الوزارة، تمام، لأن هنيجي حاليا في إيه. حاليا في إيه؟ طيب نيجي بقى الموروث الثقافي الشعبي، دي الطامة الكبرى، نظرة دونية للتعليم الفني، نظرة دونية. انت هتدخل تجارة، ده صاحب ده دخل تجارة، ده دخل صناعة، ده دخل زراعة، كأن اللي دخل التجارة والصناعة والزراعة ده كأن دول رجس من عمل الشيطان فاكتنبوه، يعني كأنهم يعني خلاص ما معلش يعني أي حاجة، مع أن تقدم البلاد إذا أردنا التقدم لمصر بالصناعة والزراعة، تمام. ليه؟ إزاي هنوسع رقعة الأرض الزراعية إن ما كانش عندنا فكرة؟ بما أننا في قناة مصر الزراعية. أيوة. وطبعا اهتمامنا الأول الزراعة. أيوة. دبلوم اللي هو دبلوم الزراعة، زراعة. خلاص، نشجع ازاي الشباب ان هم يدخلوا؟ هل المفروض ان احنا كل شاب بيدخل نديله مثلا حته ارض صغيره، قطعه صغيره، ان هو كمشروع بدائي عشان يتشجع ان هو يزرع ويدخل المدرسه دي؟ تمام. ولا نشجعهم ازاي ان هم يقدموا على ده رغم ان هي
لولا الزراعه ما كانش هيبقى في حاجه. يعني احنا لازم نزرع عشان نلبس عشان ناكل عشان نعمل كل حاجه. ده لولا الزراعه ما كانش هيكون في مصر من ايام الفراعنه. يعني هي الزراعه من أيام الفراعنة. هي اهم حاجه من أهم ايام الفراعنه. شوفي على جدار المعابد، تمام، جدر المعابد تلاقي الرسم، واحد ماسك محرات ومش عارف. فمن ايام الفراعنه يا فندم، زمان كان الفلاح ما بيحتاجش حاجه، بيزرع ياكل وخلاص. لا بس مش محتاج حاجه دلوقتي بس. الفلاح بقى رغيف العيش بيشتريه. وكان موجود عندنا في مصر افضل قطن في العالم اللي هو طويل التيله. طبعا طبعا طويل التيله مفيش كلام. وكنا بنفتخر بيه، وكان جميع البلاد ولسه والله بنفتخر بيه. المتقدمه بييجوا يلهثوا ورانا عشان القطن بتاعنا. تمام. وكان الفلاح لو بنته عايزه تتجوز، لو ابنه عايز يتجوز، لو عنده مش عارف عايز يبني بيت، يقول لك استنى لجني القطن، استنى لبيع القطن. مربوط بمحصول القطن فعلا. لان كان بيدر عليه، وكان في بورصه القطن وكل وكان في بورصه قويه جدا. ايوه كانت قويه جدا. تمام. وكانت بتضارع او بتسبق البورصه الماليه. نشجع ازاي بقى ان احنا نبدا ولادنا؟ احنا دلوقتي عندنا شهادات وفي الصيف، نشجعهم ازاي ونوعيهم ازاي انه ممكن يختار يدخل دبلوم صناعي او زراعي؟ دبلومات فنيه. قل تمام. دبلومات فنيه. اولا لو احنا قعدنا نتكلم من هنا لبكره عشان نقول لهم، مش هيقتنعوا الا بايه؟ بالعمل الجاد الواقعي الظاهر على الارض. ما هو لو لقى سوق العمل بيستوعبه بس هو ده هيدخل. بس هو ده اللي انا قصده. عشان كده بقول لك احنا ممكن نشجعهم. قلنا ايه واصبحنا ايه؟ تمام. ليه؟ الاول لو احنا بقى جينا للوزاره، على فكره الايام ديت في طلبه حولوا من الثانوي العام مسار ورغبه، تحويل رغبات من الثانوي العام للصنايع والزراعه. ليه؟ هقول لحضرتك، هتلاقي ان فيه ان شاء الله امل كبير جدا. يعني البلد فعلا داخله على امل كبير جدا. الموروث بقى ده مش هيكون متواجد. تمام. بس عايزين ايه؟ اعلام. يعني في حاجات حصلت. احنا مع حضرتك اهو يا فندم. لا في حاجات حصلت. ما انا بقول ذلك، بقول لحضرتك يعني يكفي القناه دي. لا عايزين اعلام منتشر ان الايجابيات اللي متواجده دلوقتي في التعليم الفني. في ايجابيات كتير جدا. اول حاجه احنا كنا الاول الطالب يدخل الزراعه او يدخل الصناعه زي ما قلت لحضرتك، ما يعرفش حاجه، يتخرج منها ما يعرفش حاجه. طيب عملنا ايه؟ واحيانا كانوا حصه العملي الطلبه تحضر النظري عشان الحضور والانصراف، والعملي ينطوا من على السور او يهربوا. ما هو العملي يبقى بره، ما فيش ضابط ولا رابط. تمام. طب اول حاجه عملها الوزير، فعل القرار الوزاري المهم. هو كان متواجد ولكن لا يطبق. قرارات كتير الحقيقه بتكون موجوده على الورق. قرارات كتير وقوانين كتير في جميع مناحي الحياه بالظبط، وللاسف ورق او حبر على ورق لا تطبق في كل المجالات. قرار ايه؟ القرار ايه؟ اي طالب لا يتواجد بنسبه اقل 75% من العملي لا يدخل الامتحان وتعتبر سنه رصوب. العملي يعني هو عزز دور العملي او قوى دور العملي. هو ما هو ده اللي عايزينه. مش هو ده اللي عايزينه؟ طبعا. ما هو النظري زي ما بنقول يحشي يحطه وخلاص. لا، اي طالب اقل نسبة 75% من العملي اذا لم يكون حاضرا فيها ومتواجد فيها يعتبر سنة رسوب ويعيد السنة خلاص، ما يدخلش الامتحان. دي اول قرار. تمام. تفعيله. طب ما احنا نقول مثلا، ما هو المدرس يعمل كذا، في لجان من الوزارة ومن المديريات التعليميه ومن الادارات اسمها لجان متابعه لجميع المدارس. بتروح على المدرسه، لجان متابعه الوزاره، لجان متابعه المديريه، لجان متابعه الاداره. طبعا بتروح المدارس لايه؟ تشوف الطلبه، هات الكشف بتاعك،
وفلان وفلان وفلان. هو الاهم من ان الطالب يبقى موجود، يبقى فيه معامل مثلا. ما هو ده انا جاي لحضرتك، انا جاي لحضرتك في الموضوع ده لان الموضوع اعنينا منه. كان الاول دي اول قرار، يعني احنا بنتكلم سلم تدريجي تمام، تصاعدي. اول قرار لازم الطالب يكون موجود في العملي، دي اول حاجه، وفي متابعه من الوزير ومن المديريات ومن الادارات. تمام، دي حاجه. طيب الطالب موجود، المطلوب ايه؟ المدرس الاول يكون متدرب على الالات بالظبط، لان ما هو في مدرس، ما كان الاول مدرس ما يعرفش حاجه، معلش، كان يشرح نظري 100 100 مليون في الميه، تيجي في العملي هو كده. زي في فترة كده لما بدأوا يدخلوا الكمبيوتر في المدارس ومش عارف التكنولوجيا، بس بالظبط. بس الحقيقة الوزارة مشكورة، يعني عملت كورسات، عملوا ايه؟ دورات تدريبية على أعلى مستوى في المديريات، ومش مرة واحدة، لا وعلى ايه؟ كذا مرة، على مراحل، على مراحل. لأن السنة اللي جاية اللي هي هنبدأ الدراسة فيها حاليا، هتشوف بقى المدرس هو ايه، العملي والطالب ازاي، والكلام ده كله. فدورات تدريبية للمدرسين لتأهيلهم، التأهيل المعملي والعملي السليم والصحيح، عشان ايه؟ يفرزهم طالب يعرف هو بيعمل ايه. تمام، ادي المدرس. المعامل دي تالت المعامل تالت حاجة. كل ديت المعامل. ما كانش موجود معامل. انا لما جيت هنا المره اللي فاتت قلت السلبيات، ولكن مش السلبيات قلتها بس، انا قلت السلبيات وطرحت الايجابيات، نعمل ايه عشان السلبيات دي تختفي. يعني قلت الحلول، قلت الحلول. ليه؟ حددت الداء وبعد كده حددت الدواء. تمام، فالمعامل مش موجوده، ما كانتش موجوده. لا، المعامل موجودة، ولكن ما كانش فيه المدرس المؤهل أو الخبير المؤهل عشان يفهم الطالب. مش مفعلة، مش مفعلة. بدأ التفعيل. ما كانش فيه أراضي للزراعة. أنا قلت أنا عندي مدرسة زراعة، الأرض بتاعتها مأجراها، كانت مأجراها صاحب الأرض، عايز خدها وباعها بالمتر مباني، أصبحت ما فيش في خبر كان. عملوا إيه؟ بعد الحلقة مباشرة اللي أنا قلت فيها. تمام. اجتمعوا وحصل اجتماع زي ما بقول لحضرتك من مكتب الوزير ونائب الوزير وكلا. حصل إيه؟ على طول وكيل الوزارة لازم إيجاد قطعة أرض زراعية مساحتها لا تقل عن كذا قريبة من المدرسة. لنزول الطلبة فيها. وايه؟ وزراعه كافه المحاصيل الموسميه، والطالب هو اللي يزرع. تاني حاجه، المدرسه كانت بتشتري الاجبان، الجبن، وهي مدرسه زراعيه، وهي مدرسه زراعيه، كانت والله بتشتري الجبن، مع ان المدرسه فيها فرن، كانوا بيشتروا الدقيق والمعجونات ويبيعوه للطلبه. تخيلي دي، لا دلوقتي كأنها كلية زراعة موجودة في في المدرسة، بحيث ان الطالب يطلع قادر ان هو يعمل كل لا دلوقتي جابوا لا مؤاخذة مواشي، والطالب بدأ ازاي، علموه ازاي يعرف المواشي، طب ازاي تدري لبن. انا اعتقد الطالب هيفرح اكتر لما يكون عنده حتة ارض ويزرع النبتة وتطلع قدام عينيه، هيبقى مبسوط وهيرتبط بالمكان اكتر. لا ده غير كده كمان، الطالب قالوا له تعالى يا ابني، في حاجة اسمها اليوم الواحد. ما معنى اليوم الواحد؟ اليوم الواحد ده ان الطالب يرتبط بالعملي 3 أيام في الأسبوع، ملوش دخل بالمدرسة. كأنه رايح يشتغل. كأنه رايح يشتغل. إذا كان في الخيط في الأرض يروح هيعلموه كذا وكذا وكذا، وبعدين له أجر. كأنه شغل عشان يتشجع أكتر. له أجر. واليومين يروحوا من المدرسة نظري. الطالب دلوقتي إيه؟ أحب الإيه؟ العملي. ليه؟ ما بياخد أجر. يبقى أنا
ضمنت الطالب، ضمنت الأرض، ضمنت العلم، ضمنت كمان خففت الأعباء عن الأسرة. بدل ما هم اللي بيصرفوا، لا ده الطالب دلوقتي بيقبض. الطالب بيقبض. أخدت بالك؟ كذلك في الصنايع. في الصنايع. دلوقتي المدارس من الكلام ده من الوزارة. يروحوا تدريب في مصانع مثلا؟ أيوه، المدارس زي تعاقدت مع مصانع. بعقود مع المصانع. الطالب ده قسم ايه؟ دي خطوة هايلة يعني. قسم ايه؟ سيراميك، مصنع سيراميك. قسم تكييف وتبريد، مصانع التكييفات والتبريد. قسم كذا، قسم غزل ونسيج، مصنع الغزل والنسيج. قطاع عمدة. وبرضه نفس الموال، تعالى يا ابني تحب تبقى ثلاث ايام هناك ولا تحب تاخد العملي وترجع مدرستك؟ هما بيخيروا يعني، ده مش اجباري. ثلاث ارباع الطلبه قالوا لا، نظام اليوم الواحد. ليه؟ ما الطلبه عايزين يتعلموا، عندهم شغف للعلم. الطالب ما كانش بيعرف يربط سلك. الطالب بيخرج، احنا كنا بنخرج محو اميه مقنعه. دي حقيقه. هو مع شهاده ورقه، معاه شهاده معاه شهاده، ولكن للاسف ما عندوش فكره. ما هو في فرق بين العلم، حتى مش عارف يشتغل بيها. مش هشتغل، اشتغل ايه؟ لا ده كان موروث ثقافي بليد، ان كان الطالب لو راح بعد الدراسه او بعد الكلام ده والتحق بمصنع او التحق بشركه، كان ان هو في نظره ان هو رايح يشتغل مهندس ويبقى رقيب على صاحب الشركه، هو ما يفهمش حاجه. كان الاول الكلام ده، لا دلوقتي لا، اصبح الطالب بيشتغل بايده، اصبح الطالب بيشتغل وايه وفرحان وسعيد. ليه؟ هو بيشتغل وبيلاقي العائد. خد، يبقى اصبح في اريحيه من هو لسه صغير، وهو صغير يبدا يلاقي له مكان في سوق العمل. ويبدا ينتج. وبعدين ايه؟ بعيد بقى عن ايه؟ عن صور المدرسه وعن كذا وعن كذا. لا هو بيروح يومين اتنين في المدرسه. وكمان في حاجه كمان، لو حب يكمل وجاب مجموع كويس في المدرسه، لا ده دلوقتي بيكملوا، بيدخلوا كليات هندسه. دي حقيقه. ده بيدخلوا كليات هندسه. لا ده كتير جدا. يعني وعلى فكره الخطوه دي يا فندم شجعت اكتر على ان انت هتدخل هندسه، باسهل من ان انت تدخل ثانوي، احسن من الثانوي العام. ولذلك بقول لسيادتك ان دلوقتي طلبه، اقسم بالله طلبه، حولهم رغبات، داخلين لسه اولى، سنه اولى كانوا داخلين اولى ثانوي، راحوا محولين رغبه لايه؟ للصنايع وللزراعه. ليه؟ ما هو لقوا في عائد اول حاجه، تاني حاجه ان سهل جدا تجيب مجموع باقل مجهود، مش زي الثانوي العام، وما فيهاش بقى دروس ولا فيها توتر ولا فيها توتر عائلي وتوتر نفسي لا ما فيش الكلام ده. فاصبح ايه؟ ولقوا ايه؟ قرنائهم زمايلهم اصدقائهم اصبحوا في كليات، ده كليه تكنولوجيا، ده كليه هندسه، ده كليه كذا، ده كليه كذا، بايه؟ من الدبلومات. من الدبلومات. وممكن واحد حتى لو جاب مجموع بسيط يعمل معادله، يدخل معهد سنه او سنه ويعمل معادله ويطلع كليه. فاصبح المجال مفتوح. بالظبط، ما بقاش في فرق. ما فيش فرق خالص. ما فيش فرق. فده عمل ايه؟ فتح الدنيا قدامهم، فاصبح الطالب في اريحيه. بكده بقى الثقافه القديمه لازم هتتشال. بس عايزة وقت. ان ايه؟ وعايزة كمان ان هو يذاكر، او يكون عنده هدف، يكون طموح، يكون عنده ضمير في انه وهو بيأدي وظيفته. بس فيه يعني كلمة لازم اوجهها من هنا من خلال القناة لرجال الاعمال واصحاب الشركات والمصانع اللي هي بتدرب الطلاب. ارجوكم اجعلوا الطالب ده ابنكم. انت لو جبت، بلاش الطالب، انت لو رحت جبت بدل الطالب واحد عتال او شيال، هتديله كام في اليوم؟ مش هيساعد في كذا او المنتج او الكلام ده، لا ده هو هيشيل.
هتديله كام في اليوم؟ لا انا جايب لك طالب انسان متعلم، انسان يعتبر متربي، وهيبقى مساعد لك وعايز يتعلم. فما تبقى اول حاجه ما تخليش المهندس اللي عندك يبخل عليه. تاني حاجه انا جايبه لك دي امانه في رقبتك، امانه في رقبتك، فعامله كابن لك، ما تبخلش عليه، ما تبخلش وما تضيعش عليه، لان في اصحاب شركات ومصانع ورجال اعمال للاسف بيبصوا للولد كانه عبد، على انه لسه طالب و عبد عنده يعني الطالب مش بيقول لك عليها انا اسيب الطمانيه في المدرسه لا يعني القرشين هو هيشتريني بالقرشين اللي لا فانا عايز لا سيبوا الولد، سيبوا الولد مع المهندس اللي بيدربه تمام، وخلوا الولد يشتغل بايده. انا نفسي الولد يشتغل بايده، يعني المهندس يقول له اعمل كذا والمهندس بعيد ويدربه، حتى لو معلش لو في حاجه يعني اخطا فيها ما هو لازم هيخطا، لازم هيخطا لان ما عندوش فكره تمام. معلش يعني نجنح له ما فيش اي مشكله. فارجو لرجال من رجال الاعمال واصحاب الشركات يعني لازم تعرفوا ان ده اللي هيقوم عليه مستقبل مصر، الولد ده الولد ده اللي هيشيل، عايزين مستقبل للبلد بالصناعات والزراعه، غير كده مفيش مستقبل للبلد. انا ارجوكم مستقبل مصر بين ايديكم، الصناعه والزراعه، وبصوا للبلاد التانيه بدون زراعه بدون ده احنا عندنا زراعه، هم ما عندهمش زراعه، ما عندهمش ارض، ولكن قاموا بالصناعه. لا احنا عندنا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى حبانا بالارض وافضل ارض، وحبانا بالصناعه، وحبانا بالثروه البشريه الايدي العامله. عايزين ايه تاني؟ عايزين احنا بقى نشتغل. طبعا عايزين احنا اللي نشتغل، وربنا بقى حبانا كمان بانسان مخلص للبلد اللي هو سياده الرئيس. المصانع اللي اتقفلت، القطاع العام اللي اتباع، بدا يرجع إعادة تشغيل المصانع اللي قبل كده. مصنع 36 الحربي، الحديد والصلب هيبدا يشتغل، القطاع العام اللي لازم نملك ان احنا ما نستوردش حاجه، ونملك ان ما لم نزرع نزرع اللي احنا محتاجين احتياجاتنا نزرعها وناكل منها. من لم يملك قوته لا يملك قراره. بالظبط اكيد لازم هو دي قاعده، من لم يملك قوته لا يملك قرار، ونتملك القطب من ايه؟ من الصناعه. ما معلش هنزرع قطن، القطن ده هنجنيه، طب ما هو عايز ايه؟ نسيج صناعه، يبقى الاثنين مرتبطين ببعض مش واحد ضد واحد. وده اللي لازم المجتمع يعرفه، والطبقه اللي هي عندها اولاد في مرحله التعليم تعرف ان هي اهميه ان هي تودي ولادها يتعلموا سواء في مدارس دبلوم صناعي أو زراعي يعرفوا أهميتها إن هم هيطلعوا نشأ مفيد لبلده مفيد جدا مفيد كمان. مع احترامي معلش للتجارة، لو أنت وديت ابنك لو أنت معلش دخلته سنة وراح كلية تجارة معلش لا بقوا كتير بالألفات هيشتغل كلية حقوق، كلية تربية، أي حاجة بعد كده هي القهوة موجودة. القهوة موجودة. لا والله السوق محتاج كل حد ما هو محتاج إنه بس معلش فين؟ إن العيال هم موروث بقى، لا أنا مش عايز الكلام ده، أنا عايز أطلعه يحب إزاي يشتغل بإيده. ليه؟ لأن ما هو السوق عايزه، ولكن هو أخد معلش يعني برضو على التنبلة، عايز يقعد بمكتب أي انا رايح هتشغلني ايه. هو حس انه تعب في تعليمه وفي دراسته وعمل مجهود كبير، وعايز يعني شاف انه لازم يتعين في الحكومه وما يسعاش لانه يدور على شغل هنا او شغل هنا. دي موروث ثقافي طبعا، موروث ثقافي. عايزين ايه؟ نزلوا معلش، لان معلش احنا عندنا في الحكومه دلوقتي كام نسبه الموظفين العاطلين؟ كام نسبه؟ كتير. عايزة أخيرا من حضرتك كلمة، حضرتك قلت إن قبل كده عملت حلقة معانا وقلت مشاكل والمشاكل اتحلت الحمد لله. بالظبط
عايزة من حضرتك كلمة أخيرة للأسر. أول حاجة الأسرة. سريعا يا فندم. الأسرة لازم نعرف يا جماعة، لو أنتوا عايزين مصلحة مصلحتكم أولا ومصلحة أبنائكم ثانيا، وبعدين المصلحة الأعلى للبلد، فعليكم بالتوجه والتوجيه للتعليم الفني الزراعي، أنا بحدد والصناعي، لأن الاتنين مرتبطين ببعض. تاني حاجة، دي هيخفف عن كاهلكم كتير جدا. بالظبط. انتوا لو دخلتوا الثانوية العامة، شوفوا الدروس اللي هتدوها، والقلق والتوتر واللي وبعد كده ممكن ما يجيب 60% 70% هيروح في بوم فين؟ لا، ده التعليم الفني بأقل مجهود، بشوية مذاكرة بسيطة جدا، قليلة جدا، بدون دروس، هيدخل أي جامعة، كلية هندسة، كلية، وكمان هيتعلم حرفة في إيده. وتاني حاجة هيتعلم حرفة. دلوقتي التعليم الفني ما عادش نظري. صح جدا، شكرا. التعليم الفني ما عادش نظري. شكرا يا فندم، نورتنا دكتور سامي أبو رجيلة، خبير التعليم الفني. شكرا، نورتنا. شكراً. وحقيقة شكراً. استفدنا من حضرتك جدا. الله يبارك. شكرا شكرا شكرا. بعد الفاصل طبعا احنا مكملين، ولكن عايزة أقول لكم إنه يعني التعليم الفني مش حاجة وحشة، لازم نودي عيالنا يتعلموا تعليم فني، يكسب صنعة في إيده ويكسب تعليم، وفي نفس الوقت ممكن يتخرج يعمل مشروع صغير ويكبر بمشروعه. نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستكمل فقراتنا، استنونا.